ايه العظمة دي؟ ايه لبها دي؟ سكرتيرة حضرتك يا عرفة بيها. الحمد لله على السلامة يا فندم. الله يسلمك يا نشوة. نشوة، الله، اسم جميل ورائع، نشوة. خلاص حفظته. عن إذن حضرتك يا فندم. اتفضل. ايه رأيك؟ جميل ورائع. ده بالنسبة للمكتب ولا لنشوة؟ ده بالنسبة للاتنين. بس يكون في علمك انت هنا لازم تمسك نفسك، واللي بتعمله في الصالة والعوامة ما ينفعش هنا خالص. الله، ده انتوا مراقبيني بقى. بنأمنك. من ايه؟ من نفسك. بس وانا مسافر علموني حاجة مهمة قوي. ايه هي؟ ان ابقى عادي، شخص عادي، يعني لا وقور بزياده ولا فلاتي بزياده، امارس حياتي بشكل طبيعي، لان اي حاجه زياده بتلفت النظر. وده صح، علشان كده محدش منعك انك تقابل سالي، وفي نفس الوقت لازم نكون عارفين كل حاجه وبنأمنك. لو اني مش مرتاح لحكايه تأمنوني دي، بس انا هعديها مؤقتا. بس المكتب حلو مش كده ولا ايه؟ هو الحقيقه حلو قوي، مريح. لا، وانت كمان مالي مركزك الجديد. طبعا. دي بعض مراسلاتنا مع فروعنا في الخارج، هسيبها لحضرتك يمكن تحب تطلع عليها. اطلع. اكيد هتطلع، بس مش وقت. اوكي، هسيب لحضرتك الدوسيه. لا، خليه معاكي. بس ولا اقولك، احنا هنبقى نطلع عليه مع بعضينا انا وانت. تحت امرك. قلتيلي اسمك ايه؟ نشوة. نشوة، اسم جميل ورائع. عن اذنك. تفضلي. مش معقول كده. والله لو عاوزاني امسك نفسي غيرها لي بسكرتير. ما ينفعش طبعا، دي واجهه للشركه. انت حر. عموما انا عارفه ان انت عارف مصلحتك كويس قوي، وصعب قوي انك تغلط. هحاول. حاول، وخصوصا ان الفتره الجايه انا مش هكون معاك. ليه؟ انت هنا عرفة بيه المرشدي، رئيس مجلس الاداره، يعني كل حاجه بتديرها بنفسك. مظبوط، وانا احب ادير كل حاجه بنفسي. يا نور. يا ماما، يا ماما، يعني برضو مصممه تنزلي المشتل؟ استغفر الله العظيم يا رب. ايه يا بنتي، محدش هتجوز الا انت النهارده؟ ما تسيبيني انزل اشوف اكل عيش. طب والناس اللي هتيجي دي بقى اعمل فيهم ايه؟ يوه، على الصربعه بتاعتك دي، ما لسه بدري على ميعاده. طب ما تقعدي في البيت النهارده. يا رب عيدي. اسمعي يا بنت، انتي تيجي عليا قبل ميعاد ما اكون موجوده في البيت، وبعد عن وش السعادي بدل ما ادعي عليك، سامعاني؟ طب والله يا ماما لو اتاخرتي لهنزل بنفسي اجيبك من المشتل. استغفر الله العظيم يا رب، محدش هيتجوز الا انتي، ارحميني بقى. ايه يا بنتي، هو انتي كده على طول نقار مع طنط نجات؟ طيب ممكن تبطلي رغي شويه وتتفضلي معايا نروق البيت؟ طبعا عندك حق، ما حضرتك العروسه النهارده محدش يقدر يكلمك. اتفضلي. اتفضلي. يلا. انا كنت قلقان عليك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ايه، انت كنت مختفي فين؟ هبقى احكي لك بعدين. شوف الحاجه بس للصباع، لان دماغي هتتفرتك خالص. من عينيا يا عطا. عينيا. اتفضل يا استاذ شاكر. الف شكر. ب 4 جنيه. يا شاكر، هبقى اعدي عليك اقعد معاك على القهوه شويه. طب وانت قاعد معايا على القهوه فكروا بموضوع ال 4 جنيه ده. خلاص يا عطا، خلاص هفكروا. ازيك عم ابو العزم؟ ايه، فين اراضيك يا استاذ؟ استاذ ايه بقى؟ خلاص ما عادش فيها استاذ.
ما انت اللي عملت في نفسك كده. انا مش ناقصك ابو العزم، الله يخليك، الله يخليك، سيبني في حالي. ما صدقنا ارتحنا منك، ايه اللي رجعك تاني؟ اهلا اهلا يا استاذ شاكر. هات لي قهوه يا ضيف، كوبايه ميه ساقعه. تعرف في شويه شباب قاعدين بيلعبوا جوه ضمها، انا فتشت بطايقهم بطاقه بطاقه، كلهم معدين السن القانونيه. انا مالي يا اخي، ماليش دعوه بحد، روح يلا هات لي القهوه بسرعه. يلا بجد كده بقى، يبقى ليك وحشه كبيره قوي قوي قوي، والف حمد لله على السلامه. المظبوط التمام وصلحه. يا نهار اسود، معقول اللي انت بتقوله ده؟ زي ما بقول لك كده يا ست نجاة. ما يمكن بيتهيألك ولا حد شبهه يا اخوي. ست نجاة انا شفته بعينيا، ولو مش مصدقاني اسالي الاستاذ شاكر. معقوله زفت التين عرفه رجع؟ بس راجع حاجه تانية خالص. حاجه تانية ازاي يعني؟ متقنتك ولابس وعليه القيمه وراكب عربيه. عربيه تفرمه؟ ده دم جوزي وفلوس ولادي. بس ما دام ظهر مره يا ست نجاة يبقى اكيد هيظهر تاني. يا ريت يظهر عشان اخلص منه القديم والجديد. لازم تقولي من الأول يا رجاء، كان لازم. سعدية جاهزة؟ أيوة يا هاني. إيه اللي أنتِ عاملاه في نفسك ده؟ ما أنا صعب عليا أخرج يا هاني، ولولا الدكتور فكر منبه عليا أبقى معاكي في المشوار ده، أنا كان مستحيل أخاطر وأخرج. سعدية أنتِ عملتي إيه؟ بلاش تقلبي عليا المواجع. طب ما تقولي لي، يمكن أقدر أساعدك. ما أقدرش أقول لك. دكتور فكر منبه عليا ما أفتحش بقي. دكتور فكر لو عايز يساعدك كان ساعدك من زمان يا سعدية. هو حبسك معايا هنا لمصلحته، أنا حاجة تانية. ما بلاش السكه دي معايا هنا، لا انا ولا انت قد الدكتور فكر. جربي يا سعديه، وعلى كل حال براحتك. لو حبيتي في يوم تفضفضي احكي لي، هسمعك، ولو قدرت اساعدك بجد هساعدك. بعد كل اللي عملته فيكي انت كنتي بتنفذي اوامر الدكتور عبد المأمور، يعني ملكيش ذنب يا سعديه. على كل حال لو احتجتيني هتلاقيني جنبك وتقدري تجربي. سعدية الدكتور سجني هنا وعاملك انتي السجان. احيانا السجان بيزهق اكتر من المسجون. انتي ما زهقتيش يا سعدية؟ بقولك يا ست هنا، ما تيجي نروح مشوار احسن. ماشي يلا بينا، بس وعديني انك تفكري في كلامي.